عن للدكتوراه عن معضلات او عقبات او عوائق الديمقراطيه في العراق فليتفضل. شكرا استاذ اسماعيل، شهادتك مجروحه فمع الاصدقاء والزملاء لفتره طويله فشكرا على الكلمات الجميله. السلام عليكم. واشكركم جميعا على الحضور. مساهمتي ستنقلكم قليلا الى عالم الثقافه برغم انها لن تبتعد عن الاقتصاد. فانا متورط في الثقافه، هذه مشكله ربما لن اجد لها حلا. ابتداء الديمقراطيه وكذلك الاشتراكيه والشيوعيه، كل هذه النظريات مرتبطة بنظام اقتصادي. الديمقراطية مبنية على نظام الاقتصاد الحر، لذلك الديمقراطية والاقتصاد الحر لا ينفصلان. ومن هنا لا بد من الحديث عن النظام الديمقراطي إن أردنا أن نتحدث عن الاقتصاد، خصوصا أن العراق قد اتبع النظام الاشتراكي في السابق، النظام الشمولي. وهذا التحول الذي حصل منذ عام 2003 إلى النظام الديمقراطي، بالحقيقة لم تنتقل كل الأنظمة السائدة في البلد إلى نظام الاقتصاد الحر، بل بقيت كما بعضها على الأقل بقي كما كان. لذلك سأبدأ بكلام وقول منثور للمفكر جون دون، وهو أن الديمقراطية ليست نسخاً من الأنساب البشرية الطبيعية، بل هي حدث ناتج نادر ناتج عن سياق تاريخي فريد. يعني احنا ما نتوقع الديمقراطية تصير وحدها، لازم احنا نشتغل. وكما قلت فإن النظام الديمقراطي هو نشأ لتفاعلات الاقتصاد مع السياسة، أساساً نشأ بسبب الاقتصاد. أرنست جيرنر مثلا يقول ان تطور الصناعه هي السبب في نشوء النظام الديمقراطي. ومايكل مان يرى ان التجاره والتفاعل التجاري هو المسؤول عن نشوء النظام الديمقراطي. النظام الامريكي الديمقراطي الحالي نشا ايضا نتيجه ل حركة اقتصادية كان شعارها هو أننا لن ندفع الضرائب دون أن يكون لنا ممثلون في البرلمان، هذه أيام الاحتلال البريطاني لأمريكا وتبعتها الثورة الأمريكية وأسس النظام الديمقراطي الحالي. إذن النظام الديمقراطي مرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الحر. عملية التحول الديمقراطي الأداء، دعنا نقول أداء الأنظمة الديمقراطية، لا يعني أنه سيكون على أفضل ما يرام. هناك أنظمة غير ديمقراطية قد يكون أداؤها الإداري والاقتصادي أفضل، وقد شهدت عملية التحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية في الثمانينات وأوروبا الشرقية في التسعينيات عملية هبوط في النمو الاقتصادي. في إسبانيا مثلا النمو الاقتصادي في زمن فرانكو كان أفضل من العهد الديمقراطي لعشر سنوات. فالأداء الاقتصادي للحكومة وللنظام لا يعني أن الديمقراطية هي الأفضل، هذا شيء منفصل، ولكن الديمقراطية تكفل الحريات، تكفل الحقوق، تحفظ الكرامة، وهي تستحق التضحية، وبالإمكان أيضا تصحيح الأخطاء. وكثيرا ما يخطئ الناخبون في كل بلدان العالم، تحصل أخطاء، ولكن النظام الديمقراطي قابل على تصحيح نفسه وفي النهاية يسود الصحيح. رأينا في
في مصر مثلا انتخب الرئيس محمد مرسي، ولكن بعد عام من انتخابه ثار عليه الناس، 30 مليون مصري خرجوا متظاهرين ضده. تمسك الرجل بالشرعية كما قال، ولكن هذه الشرعية أدت إلى سقوط النظام الديمقراطي كليا. في بريطانيا أنا أقارن أيضا في عام 90، الذين عاشوا في بريطانيا يتذكرون، ربما أستاذ عقيل يتذكر، أن 1 مليون شخص خرجوا في تظاهرات ضد مارغريت ثاتشر فاستقالت في النهاية، رغم أنها كانت منتخبة لثلاث مرات. هناك نظرية تقول أنه من الضروري جدا أن تكون إزالة القيود عن الحريات وعن التجارة وعن الصناعة، يجب أن تكون مصحوبة بتنامي قوة القانون. لا يجوز أن ترفع قيود والدولة ضعيفة ودولة القانون ضعيفة، هذا أمر خطير. وللأسف في العراق حصل هذا الشيء، أنه أزيلت كل القيود مرة واحدة، وحصل أن الدولة لن تتمكن من حفظ القانون. الأنظمة في الكثير من البلدان التي نجحت فيها الديمقراطية، هناك أنظمة تسلطية سبقت النظام الديمقراطي، والنظام التسلطي قد يبدو أنه الاسم سيء جدا، ولكنه أفضل الأنظمة الدكتاتورية. الأنظمة الدكتاتورية هي متعددة، النظام الشمولي، النظام ما بعد الشمولي، والنظام السلطاني. والسلطاني هي لا علاقة لها بالعرب ولا بالسلطنة، النظام السلطاني هي تقسيمات ماكس وبر. النظام السلطاني أنا في رأيي هو الأسوأ، وهو من الأمثلة التي تضرب على النظام السلطاني هي نظام الشراه ونظام تشاوشيسكو، اللي هو أسوأ نظام في أوروبا، وبالتأكيد نظام صدام حسين. ولكن الأنظمة التسلطية، مثلا نظام فرانكو في إسبانيا، نظام يارزلسكي في بولندا، وبينشي في تشيلي، وبارك في كوريا، هذه الأنظمة أرسلت دعائم أو وضعت الأسس للدولة، ومؤسسات الدولة كلها نمت في ظل هذه الأنظمة. بعد ذلك جاء النظام الديمقراطي يجد كل شيء مهيئ له. هذا للأسف لم يحصل في العراق مثل ما أسلفت. لا النظام السابق تمكن من تطوير نفسه، بل أصر على نهجه الإقصائي والإجرامي، حتى أسقط بغزو أجنبي، لم يتمكن من إصلاح نفسه. التحرر الاقتصادي مطلوب لإرسال دعائم الديمقراطية. لا يمكن أن تقوم الديمقراطية كما أسلفت إلا بوجود نظام اقتصاد حر ودولة قانون ومجتمع سياسي ومجتمع مدني ومجتمع اقتصادي. صمائيل هانتنغتون يقول أن التحرر الاقتصادي في البلدان الإسلامية، وهذه يجب أن ننظر بها جيدا، نتأمل بها، أنه يعزز من قوة الحركات السياسية والاجتماعية المشكوك بولائها للديمقراطية. هذا رأي هانتنغتون. طبعا أنتم ملعبون للتفكير بهذا الرأي، فهو قد يحمل قدرا من الصحة. ايضا بايمن وفان ايفيرا اللي هو هولندي من جماعه الاسماعيلي يقولون ايضا انه يجب ان تحل مشاكل القوميه قبل بناء الديمقراطيه. في العراق لم نتمكن من ذلك، بقيت المشاكل قائمه للاسف، وهذا ساهم في ضعف النظام. لم يوجد في العراق نظام مجتمع سياسي ولا اقتصادي ولا مدني. في عام 2003 كل شيء بدأ من الصفر،
بداية العملية الديمقراطية استغرقت يعني فترة قصيرة، لذلك حصلت كل هذه الأمور مرة واحدة، وبقي النظام الحال النظام الديمقراطي ضعيف يعتمد على دعم الدول الأخرى بعد 14 سنة من بداية العملية الديمقراطية، وهذا كله بسبب سوء التخطيط. طبعا لا يمكننا أن نخطط لشيء حصل دون إرادة أحد. لم يخطط لهذه العملية، ولم نتأمل وننتظر قليلا ونبني المؤسسات بتأمل واستشارة أو على الأقل الرجوع على التجارب الديمقراطية التي حصلت في البلدان الأخرى. في أتذكر أنا في انتخابات 2005 ثانيا كان هناك 511 كيان سياسيا، وعدد المرشحين اقترب من 10,000، يعني كل مقعد يتنافسون عليه 30 واحد، وهذا يمكن ما صار في البلدان الأخرى حتى المتخلفة. يعني مو معقولة الاهتمام، يعني من ناحية قد يقول قائل إنه هذا شيء جيد إنه هناك تنافس، ولكن هذا تنافس ليس إيجابيا، لأنه لا توجد برامج سياسية ولا اقتصادية ولا أحزاب حقيقية، تنافس شخصي، وهذا ليس في صالح البلد. نعود إلى الاقتصاد الريعي. البلدان يعني هناك مقومات للنظام الديمقراطي، وأحدى هذه المقومات هي توفر دخل الفرد أن يكون بمستوى معين، وهو الدخل المتوسط بما يقارب 10,000 دولار للفرد الواحد. الكثير من البلدان مؤهلة لهذا، إذا أخذنا هذا المقياس فهي مؤهلة لأن تدخل ضمن العملية الديمقراطية وتبدأ، ولكن بسبب وجود الاقتصاد الريعي لا يمكن اعتماد دخل الفرد كأساس لبناء النظام الديمقراطي، لأنه النظام الريعي كما تعرفون وكما سأشير إليه يضع السلطة في يد مجموعة معينة في يد الدولة، ويقصي المشاركة الشعبية بشكل عام. أنا أتكلم ليس فقط عن العراق، في العراق مثلا بلد من 30 مليون أو 35 مليون حتى لا نعرف لأنه لا يوجد إحصاء، سرقت ملايين شخص تقريبا، ربما الدكتور مظهر لديه أرقام رقم أدق من هذا، سرقت ملايين شخص يعتمد في معيشته على راتب من الدولة، وهذه كارثة. يعني لا يوجد قطاع خاص الذي هو عادة عماد الأنظمة الديمقراطية وجود طبقة الوسطى، هذه غير موجودة بالعراق. لذلك من الضروري جدا الابتعاد عن الاقتصاد الريعي، وأنا في رأيي أنه يجب أن يكون هناك صندوق توضع فيه أموال النفط كي يدعم البنية الأساسية للاقتصاد العراقي. الموارد الطبيعية تسمى لعنة، والاقتصاديون يعرفون ذلك، لعنة الموارد الاقتصادية، وهي تؤدي إلى ما يعرف بالمرض الهولندي، ولكن هذه في البلدان الصناعية التي تنتج مواد أخرى أمام العراق. ليس هناك إنتاج، 75% من ميزانية العراق تعتمد على النفط، وربما لا نصدر شيئا غير النفط. في الاقتصاد الريعي، ولأن الناس يدفعون الضرائب، لا أنا عندي أكثر لأنه السبع قيل أخذ 10 دقائق، فأنا الوقت المتبقي منه لا طانيان المهم أنا سأمضي سريعا على هذه الأشياء لأنها ربما أكثركم مهتمين بالاقتصاد وتعرفون هذه الأشياء، فسوف أمر عليها مرورا سريعا. ولكن من الضروري جدا أنه أن تدفع ضرائب، أن يكون المواطن مسؤولا عن دفع ضرائب للدولة، لتمويل الدولة، لتمويل الحكومة.
عندئذ ستكون الحكومة مسؤولة أمام المواطن وليس العكس. الآن المواطن ينتظر الحكومة أن تدفع له راتبه وأن توفر له عيشه وأن تدفع كذا وكذا، وهذه لا يعني لا تليق بدولة كبيرة، دولة فيها اقتصاد مهم، فيها موارد كثيرة، فيها زراعة وإمكانية الصناعة والخدمات والسياحة كما في البلاد. الإصلاحات الاقتصادية يعني لم تجرى إصلاحات حقيقية، والإصلاحات لها نتائج مختلفة في دول مختلفة، في الصين شيء، في العراق انتفاضة 91 قمعت وقتل الآلاف، ولكن الاحتجاجات أحيانا تؤدي إلى إصلاحات كما حصل في كوريا الجنوبية. هذا الكلام تكلمت عنه. للأسف بعض الإصلاحات الاقتصادية فشلت، والسبب هو عدم وجود رؤية واضحة وعدم وجود استشارات مستفيضة مع المعنيين، وعدم مناقشة الأمور مع الشعب في البلدان الأخرى. عندما تريد الحكومة أن تقدم على سياسة معينة تطرح الموضوع للنقاش العام، هذا لم يجري. يتخذ القرار وبعدين يتراجع عنه ويسد الضجة بسبب عدم الفهم. ولذلك بقية البطاقة التموينية التي هي مشكلة في الحقيقة في العراق، مشكلة كبيرة. أولاً هي مصدر يعني من مصادر الفساد في الدولة، وثانياً أنه الأموال تبدد دون أن يستفيد منها الفقراء الحقيقيون الذين يجب أن يعطوا رواتب ويتصرفوا بأموالهم هم ويشترون حسب ما يرونه مناسباً، بدلاً من أن يعطوا مواد عينية. وهذه تحصل في الحروب في الأزمات، ولكن ليس الآن في وضع يعتبر طبيعي. أنا قلت أنه النظام الاشتراكي السابق لا زال يكبل العراق. دعني أتكلم عن الإصلاحات الأخيرة وهي دمج الوزارات. أعتقد هذه لم تكن موفقة في كثير منها. يعني دمج السياحة بالثقافة أعتقد هذا خطأ، لأننا بحاجة إلى وزارة السياحة قادرة على استقطاب السياح وتعظيم موارد الدولة، وليس إلى إلغاء وزارة مهمة فيها قانون مغر من البرلمان، بينما وزارة الثقافة ليس فيها قانون. هذا أعتقد خطأ. وكذلك الآثار ما لا علاقة يعني لها علاقة بالسياحة، ولكن يجب أن تدار من قبل هيئة مستقلة ولا تربط بالسياحة ولا بالثقافة. البيئة، دمج وزارة الصحة والبيئة أعتقد خطأ، لأن البيئة في العراق تحتاج إلى دراسات بل اهتمام من قبل هيئة لها سلطة كوزارة. هذا خطأ في رأيي. وكذلك هناك أخطاء أخرى مثل التفاوت في الرواتب بين هذه الوزارة وتلك، بين الهيئات والمؤسسات. بعض الموظفين يأخذ ضعف راتب الموظف الآخر في وزارة أخرى، وهذا خلل يحتاج إلى إصلاح. كذلك كلياً هذا خلل، وأنا أرى أنه من الضروري أن تكون هناك وزارة للعائلة في العراق تهتم بشؤون المرأة وتحميها وتوفر لها المؤهلات. في العراق المرأة أكثر من نصف المجتمع، وهي تتعرض لتهميش على الأقل. وإن بقيت المرأة مهمشة فسيبقى العراق متأخراً. لا يمكن أن يتطور أي بلد في العالم إن بقيت المرأة متخلفة أو غير مشاركة، ومعظم النساء العراقيات غير مشاركات لا في العمل لا في النظام ولا في الدوائر ولا في الاقتصاد ولا شيء. نعم هناك تطور، ولكن هذا التطور بطيء يجب تسريعه. لا دعني أن أنتقل إلى الأخير، وهو
وهو دور وزارة الثقافة المغير في العراق. للأسف يعني الثقافة في العراق، العراق بلد محاصر ومعزول طيلة عشرات السنين، ويحتاج إلى وزارة ثقافة نشيطة تقوم بإنشاء مراكز ثقافية في كل المدن العراقية، تقوم بدورات، إعداد دورات ثقافية، ربما إنشاء جامعة، تأهيل الناس وإجراء مسابقات. كل هذه الأمور غائبة عن وزارات الثقافة في العراق خلال الفترة الماضية. هذا أمر مهم جدا. للأسف وزارة الثقافة في العراق غيبت، لا أدري هل هذا الأمر مقصود أو لا، يؤتى بضباط شرطة وضباط جيش وأشخاص لا علاقة لهم بالثقافة ليحتلوا هذا الموقع المهم جدا في العراق، والذي يهتم بتغيير طبائع وثقافات وعادات الناس والممارسات البالية التي لا تصلح ولم تعد تصلح للمجتمع المصري. أنا أقول قولي هذا، والشكر لكم جميعا، أشكركم جميعا على الاستماع، وشكرا للأستاذ إسماعيل زائر على سعة صدره، وشكرا للأستاذ عقيل الصفار أنه اقتصر في كلمتي مما مكنني من أن أتكلم أكثر، وشكرا لكم.